بونسوار تو المون بونسوار تو المون في مصلحة جماعة اليوم الساكن من ديسيون تحت الموسيقى عطيني لي كومون تحت نزل الساكن من ديسيون تاع باك اب نايس شكون ما يعرفش باك اب نايس باك اب نايس اللي هو فكرة طلعت جماعة في المكسيك في 2012 خرجوا يعملوا في الكعبات بالنو نيم تاع المكسيك تاكزيست وبعد ما عملوا كعبات حاربوا زوز ناس في الدولة تحكيوا على حكيت نتاعهم كيفاش شنو المشاريع نتاعهم هم أربع صحاب من وقتها ولي عملوا سهريات كبيرة بس ضد حلال تحكيوا فيهم كيفاش تصير حكاية الفشل في الدومين تاع الكروبا هذايا يديركو معناها سادفينيو موفمون انترناسيونال تاكسيس في أكثر من 150 فيل أوتو دي مونت إي كومبري تونس جو كوا تونس بدل إي كاستون ريزيستونس الحكاية هذه خاطر لبنان ومصر عملوا سيسيون وآخر التالي إي كومبري الروم إي أهلا أولي أنا سانكيم إيديسيون فوالا أوكي بيس فوالا دونك سو سوا وزا لي سوا ديفيلي لي سبيكر دونك باغلي دو لوغ إيشيك من غير حتى حشمة مطلع حتى حسب باش تحكي على الشيء بتاعك بالعكس تنكوهاج كيس امبورتون باش نتعلموا احنا في المفشلناش ولا فشلنا شويه علاش ما قلتش له باش احنا اون با ايفيتي دو تومبي في البيج اللي صار فيها معنا الليله معنا حاضرين كاتر سبيكر لو سانكيير ما نظهرش خاطر يجي بعد اللي باش يحكيو على لو ريشيك بوندون دي مينيت ثم تصور غير تحضر زمان تخش معاهم برشا الببليك استنى حنا نعرف الببليك نتاع باك اب نايتس وين موجود شكون جاي باك اب نايتس شكون جاي بلا زهر فوالا انا معنا اليوم استاذ ولا بلا زهر دي الصحة صفق عليه برشا معنا استاذ المسرح فوالا شكون تكره ذي ولا Vamos começar. معانا لي كوم ستار تاع شرب ستيم خرب اليوم معنا في الايفينمون دونك عندنا كاتر سبيكر وانا باش ولي كاتر سبيكر في الفشل راهم ديما رجال خاطر النساء ما فشلوش اوكي النساء ديما ناجحين دونك نبداو اسكو نبداو بالواحد بار اوردر هذا ادوار ولا عندك واحد بالواحد كون فيكم مستمتع تطلع الاول كون فيكم هاي كون انا قرع هو اربعه ديجا اربعه ثلاثه على ثلاثه هنا واحد قولوا لك قولوا لك هذا فشلي في الطاوله اهو دونك وزي اش نعملوا بيه بيه اش نعملوا قرعه قربش يا بلول انت قربش بطل قربش صفقوا برشا على السيم خربشي Ça peut pas être une télécommande de la radio.
مش مش احكي معاك مش نصور شد محمد شد برا وعندك هلا ستيم ستيم كيلو ستيم هلا قدم روحك بازية فوز ستيم خربيشي جي 31 ans Donc, j'ai eu une expérience qui a été une agence de com, Intel. C'était en 2011. On a des jeunes, mais dans le domaine du web marketing. Voilà, donc, Haline Société, on était quatre amis. Puis, il y a l'expérience, ou on a l'équipe, ou on a les moyens de faire bien. Moi, je suis moyen, on a tous, mais le savoir-faire. Même pas, j'ai l'impression d'aller là, on a l'air de flous. Donc, on va faire la tête. Ok, ok, on va faire la tête. Oui, voilà. Après, on va faire la Donc, société de. De communication web, un site web, mais les créations, le référencement, le positionnement, pas être comme le coup. Voilà, donc, on a la société en 2011, qu'on a quatre amis, pas de plus, déjà, je me salue, ou je vois avec un coup. C'est des. اسمعني فاشل معايا يا استاذ ذكرني هذا ذكرني بيت البيرو الاول اللي كريت بعد فوالا دونك عارفين انا نخدم واحد معناها كل واحد من داره في البيسي نتاعو باللي موان الموجودين لانسينا في ان بروجي بويسكو ما عندناش دي ريفيرونس باش نبداو بعضنا دونك حلينا ان سيت ويب اللي هو tunisienews.com حابين نخدموا في الدومين ريس سيتويان فوالا دونك دمينا برشا عباد اللي باش تكتبوا معانا وكذا حابين نوريو خدمتنا معناها في الويب ماركتينغ في السيت هذايا سنة با مارشي علاش خاطر التونسي ما يقراش مالوريزمون علاش خاطر احنا هنا بروبوزي ديزارتيكل معناها كيما نقولوا احنا دوبينيون معناها مش انا مش انا جورناليست اللي باش يكتب ولا تبرك مثلا صارت حاجه في خاصه الاثنين سيت ان ارتيكل معناها ناس جات معناها دي زونيفرسيتير دي ناس معناها قويين برشا في بلاد دونك ما يقراش مالوريزمون دونك دوكو ما عملناش فيزيبيليتي لازمه دونك البروجي البيتي بتاعنا ما مشيش خممنا في حكايات اخرى اللي هي نخدموا في دومين نفسي اللي هو الويب ماركتينغ عملنا وحده كان عندنا في ان فترة مع اون سوسيتي فرونسيز كتبنا معاهم عملنا ان كونترا دان نو مي لو بروبليم سي كو ما معناش فلوس وقتها دونك تشد بروجي واحد بركة ما يكفيش والايفكتيف ما يكفيش فوالا دونك شيء صعب علينا شيء يتخلط مع بعضه كما قلت لك السيت هذاك تونيزي بريس تونيزي نيوز بلوتو كيفاش نقول لك نطور روحك نخدم في دومين واحد اللي هو البريس يجيك تليفون يقول لك انا لازم تمشي للكونفيرونس الفلانية انا ما نعرفش نكتب مانيش مانيش من المساحة فوالا دونك نطور روحك مشاركين بين برشا حكايات ميم لو كونترا معناها اللي خديناه On n'a pas pu honorer, parce qu'il y avait, je t'ai fait le texte de la rédaction, le texte de l'SEO, le référencement et le positionnement. Donc, d'après le dernier mois, le choix,
لا 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 لا
لا خذ خذ ميكرو 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 شو اسمعوك لا وجهي وجهي ميكرو وجهي ميكرو ميكرو حتى الكل سموني خدمة أنا مخدمتهاش خدمت المرمى خدمت سيرفر في صالون تاع فرح سيرفر في صالون دي خدمت فوتوغراف في العروسات وفي ليزيفيرمون كل شيء خدمت جورناليست نكتب شوية ساعة كل شيء عملت كوميرس معناتها وأنا نخدم كوميرس واحد الحمد لله زاد فيه شفت كوميرس أنا مش مشكل فهمت والحاجة اللي باهية في الفشل تكون تعلمك برشا شجاعة تولي شجاعة على الآخر وتولي شاك فوا معناها تخدم اكتيفيتي تعلم منها برشا حاجات وبعد تقول تيار انا خدمت الاكتيفيتي هذيك وما تنجم نرجع لها في اي وقت نحب عليه تعبيت كيف هي ما تقولش بالشر هذاك الشر فكور على الاخر باش نشرب نتاعي حاجه بيا ممتازه على الاخر وكل شيء بون اكثر فشل هذا الريحه معناها اللي صارت لي غدير بون تاع تصور لكم تعبيت الله يرحمه فهمت انا خديني راه فهمت انا جو في بيان موميتي دو جورناليست سي بور سا جو بخون دي فوتو افيك تو مون جو سوي ان اكتيفيست اوسي انا كنت غادي في درس خاطر الجماعه اللي غادي عندهم مشكله فهمتني الاخوان جاي يحبوا يكونوا مجاريه هنا في المنطقه العسكريه فهمتني وقت في القضيه تاع يوم المسعود هنا في نفس المنطقه العسكريه جو سوي جو سوي بارتو جو سوي بيان ومي سي دو جوني سي بور ساجي ما خاطر كنت خويا قبل ما تقول لي فشلت لا تو حتى خويا انا كنت خرجي بعد الانتخابات بشهر في صعب بكره ثم ناس تضربوا في العباد ما نسيش ما مش برد هكا غادي نسرع يعني كاك قعدت الساعه والله اسمع هو هو شهر كاك عملت شهرين شو قتلوا بون جمعت شو اسمه لما حصلوا الحسن الحسين بك جابوا فيه ما يموتوش وعندي صار فرتوم ما سمعت النهضه كلهم صاروا خام بونش هذه هذه اسمع ريتها البزه بيا هذه شهرين في الدار ولا عارف كي سمعت فيها اللي موت اصبر كي باش تموت جمعت البوك شو قلت له فهمت بالحق على الاخر بوك مش ما عندكمش فكره هو هذه ليلى عاد وهذه في مصر كان وقت العام وشاركت فيها التوفيق مجاهد وجماعه الكل سبت لي زيرو اه هذه واحده هذه اسمع جيب وقتي ما نجمش نديها في الفيلا انا راجل ولا بس كي انا كنت نهداوي راه انت شرب بعد ما كبرنيش انت فهمتني اسمع حد شوف في نهضه فماش ما فماش غنيه ولا كيف وزيت كل شيء مع الشباب الاخرين اللي في الشو كلهم في سنه جميله اي زعما انا مات في الزرام مشروع وقتها بو هذا ما خدت تصويره من بوك تولي تصور هكا سعاد عبد الرحيم ديما تشخص الاكسبيريونس نتاع الصحافه هي احسن حاجه عملتها في حياتي اما اكثر مهنه تعمل لك الفقر مش مال اسقط بار تكون كنت تحضر في السهريات تكون تعمل جو وتغني تشتغل وتبطل ما عادش تولي هواجي ما تعذبت حتى شيء بالصحافه والصحافه بالرسمي احسن مهنه وام بالمهنه اما بالحق بار جو ما نقدرش نربح حتى شيء ما تربحش حتى حاجه فوالا يعطيكم الصحه اصلا كان في واحد يحب يسال كيستيون لا يفرق يبدا بينا طبعا تحيه الحجم هذا طبعا تسالوني هذا انت بيعمل مع سيفي يلاقي كيستيون لا اسمعني ما هو انا نخاف ربي تو وبعد انا فما حتى فرق بين الانسان اللي خاف ربي نحن تو قاعدين نعمل في كعبه كبيره الناس كلها هي تخاف ربي الناس كلها جاوبين دونك بالحق انا مثلا دخلت نهضر في كل جنه فهمتني فرمو
وقتها بجي دي سي دي معناها داغيتين معناها فهمتني الناس هذوما ما يشرفوا حتى حد ما يشرفوا حتى واحد ضد الفن ضد الجمال ضد الحب ضد تحب على الناس الكل فهمتني والله نهار اللي خرجت من البلاصه هذيك حسيت روحي انا انسان اخر انسان متحرك شنو معناها غادي نعمل في كافيتيريا انا خطر هي حاجه ممتازه الجسم نتاعك سي النهضه معناها لا 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 كان فما حاجه دوله كلها في حياتي هي اللي خرجت والله قيمة بالحق وصحابي كلهم ديجا فهمتي بون فوت مازال كنت على بالي باش نجي ونكون غادي حتى شكون كاسيو اخر كاسيو انا نحب نحكي واجدي نهار اللي مات ابراهيمي قبل ما يولي سلام دونك انا وصاحبتي هكا قاعده غادي دونك قررنا باش نعبدو في رمضان في القريبه قدام وزاره الداخليه قالوا لي ما تخافش غاديك ابعد من غادي راه باش تكتب عندها وانا قررت اني ناخذ وصحابي بعدو وقعدت والدي معانا ونهارتها هما حبوا يحطوا طوم قدام وزاره الداخليه باش ما يسيبوش وزاره الداخليه معناها باش ياخذوا قدامها يا اخي بالطبيعه معناها دخلوا فينا بالغاز وذا يسيتي والدي محويش اللي ما نعمل لو كان كنت اول واحدة عملت سيلفي مع وجدي محويشي مزلت ما موتش اتوقعش الموت على خاطر هو معناتها بالحق معناها منعني انا وكنزة كنزة هيك شاهدة غاديكا خاطر كنا نجم نمشي معناها في الضرب وفي العبد راس كهرب راس كهرب ميرسي شنو راس كهرب هاوكا رايح عرفت وخليني صحاب صحاب ما كانش رازي وقت هيك ما عرفت بيه No, اسمع جري جري الروج لهو ياش انا بتمشيش معايا معليش انت انا خاطر انا خاطر وقت عندي سكر دوك تاع مصور انفيت هو يعمل كوفرتور نتاع كي تصور مش عارف حل عندي ما عرفتش هو قال لي ما تحملش مسؤوليتي تحب تقعد تحمل مسؤوليتي عطيه المليون اي نعمل تصوير اي حلو حلو Allez. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Bravo, vas-y. وجدي اللي تغطيت انا وجدي والعباد اللي خدموا الوضع في الصحه في هذا الويل الى بو سيرمونتي بليزيوغ اوبستاكل كانوا برشا من الناس وكل الحكايه على بكري هوزمون وكذا صار نقول اكزومبل qu'on peut devenir un bon citoyen à travers des mauvaises expériences. Donc, je comprends comment tu as Trump, non? Trump. Trump, هو النهضة تاع أمريكا. تضرب شامبيون. تعلموا الولايات. على خاطر parmi l'un des meilleurs supporters تاع حزب الزرق. كان أمريكا أنا جيل لا شانس دو بارلي مع الناس الأمريكان كي هذيك في واشنطن ولا يا جماعة في كاليفورنيا ما لو سبورتي بلو سبورتي لا قول لي سي تا بارتي اسلاميست بيزيد واحد يا جماعة في كاليفورنيا أنا اليوم أوفيسيلمون بتشمت على الآخر على الآخر الأمريكان خلي تعلموا تعلموا التجربة تعلموا بون سيمسون جو سوي أن كرون فان تاع سيمسون برشا سيمسون ديبوي بلوس كو 12 أون أو موا plusieurs fois par jour, donc Simpson, ils ont tout pris. Donc, à l'heure, tout à fait. Il y a Kérim, il y a une chaleur qui est américaine. Mais après, il y a une chaleur qui est tout pour lui fille. L'Amérique est tout seul. Là, impossible, je suis chaudré, ça c'est sûr. Chaudré, oui. Il sera marné, ça c'est sûr. اما بالحق عاملين بعمايلهم توا عاملين ولا ما نقولش قالت لك قالت لك مادونا لو كان يعمل اصلا يعمل برومو في ماكدونالدز شنو في الناس بالضبط طبعا مش على الامريكان لا اللي حطوا اللي حطوا كلهم دي زونيفرسيتي ماهمش سي جوست دو بلاس محل دونك توا باش نحكي لك على الدور الاخرى نتاع فشل الاخرى على شو اوف دو سبيكر لا اللي معناها لا وقت حاسب جا معاه جماعة سبورتير معاه والآخر جا وحده دونك شوفوا بعضهم شكون يطلع الأول
نعم برا هلاو هلا نعم برا قنصير ترى صفر في الكياس يحصل حتى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ليش إيه أولا مسيو قصي مهر أطلع قصي تبقى زون تبقى زون تقبل زون كم رزية عسلامة ناس الكل أكل ميكرو عسلامة ناس الكل مهر أنا خدمت البروجي مع سليم الخربيشي عضو بالله سبيشال الثاني في الجروب ديجا هو حكيتكم على كل شيء أنا باش نكمل شوية حاجات علاش نحن فشلنا أول حاجة صغر وكلة نظام في الخدمة ثاني حاجة تدخل دونك في الدومين و فار إكزومبل مثلا باش تحل سوسيتي دونك عندك مشكلة ولا ما فما حتى واحد يوجهك كي تمشي مثلا الادارات باش تدخل على الاوراق وكل شيء دونك يعاملوك معامله تعرفوا الادارات الفرنسية مشكله تاع تنظيم في الخدمه مشكله الفلوس من الحاجات اللي تحت خدمناهم خدمنا سيت واحده بولونيه جورناليست هي ديبيتون في الشهر 300 دينار حاجه اللي تضحك مش خدمه السيت هو دونك الكونتينو اللي في السيت دونك خدمنا السيت وبعد ترجم لنا من الراديو وتبعث لنا فيسبوك ونحن نرجعوا ونحن ماناش فاهمين حتى شيء. كيفاش هي خلصتنا وتوزع البوليس؟ هي خلصتنا هي على دو ترونش ما خلصتنا وديجا ايتيديون وكل شيء. توانسه باش تبيعها كيراو لعباد صغار وكل شيء حاليا بروجي دونك يتعاملوا معاهم خفه شويه وتصيرك سامحوني في الكلمه كدمه تاع الفلوس. الحاجات اللي تتعلمهم دونك البروجي هذوما فاشلين انت ما لازمكش تعمل يديك وديما تقدم قدام وتتعلم منهم ديما تقدم قدام سبب حسن عندي سؤال قبل ما تحلوا الشركه بتاعك اسكو خدمتوا في بلاصه اسكو تعرفوا خدمنا في بلاصه مع بعضنا خدمنا في بلاصه مع بعضنا بريس نفس ستيل ونفس الاجونس وصارت لنا مشكله مع العالم كبير دونك قررنا باش نحلوا وحدنا سيتي ان بو كوماندي في انا وقتها مازلت نقرا ابراهيم جعواني معنا مازال يقرا وقتها سليم وحمزه زوج اخرين كملوا القرايه كل شيء دونك بدينا بليتاب بليتاب المشكل الكل كي تحل سوسيتي كما قال سليم ما تعملش ستيود دو بروجي وتبدا كل شيء منظم دونك بعد تضيع بالوقت تجيك تخدم وتجيب تيتاج شكون اللي تخدم في 15 ساعه ما يوصلوش تنجم تخدم 8 سوايع بنظام يعطيو ايفي بتاعهم تنجم تخدم حتى 20 ساعه من غير نظام ما تعملش ما نظمتوش معناتها لا بارتي ريلاكسيون وحدها لا بارتي كوميرسيال كومون رونتابيليزي لو بروجي مشكل بالوقت دونك فما دي بيسوا فما زوز من اللي حاجه سيتي معانا مشاو خدموا في خدمه اخرى دونك في الوقت فرطنا وتحملت كما نقول وليد نسبيا انا وسليم بعد ما عادش نجم ودونك بعد مشى البروجي ميرسي ميرسي لو بارتنير نتاع ستيم في الفشل اي واحد مع ستيم بدا فشل سريع كون هذا كان بعد فشل دونك اكسبيرونس نتاع الويب ماركتينغ ولا الويب ديزاين في تونس فاشل على الاول مع دراتي ولا مظلوم الى ان باس نوفيل اكسبيرونس هذا حتى فكره باش نحكي لنا على الحكايه تاع الاخر كي با اتي بو ريتونسيون وصل للسماء وصل للسماء وصل للقمر ورجع علاش وصل للسماء وصل للسماء قال رجع شافو تو مع قصي قصي مع سيبورتير معاه شكون سمع قصي شكون سمع نتاعو ونسمع اسمع نتاع ولد قصي على حسبي اسمع دونك قصي حكينا على الحكايه نتاعو أسلم اسمي قصي خليل وعمري 20 سنة تغذي أصل الواحد دكتور بون سي كوا مون بروجي دونك مون بروجي سي موا ميم جو مي سوي تروفي à une période donnée que je suis mon propre projet. Mon projet, ce n'est pas un business, mais c'est moi-même, puisque j'ai voulu être comme Bill Gates et comme Steve Jobs. Donc j'ai voulu être une chose innovative dans le monde. Donc quand j'étais plus ou moins 15 ans, j'avais été choisi comme un élève d'échange
aux États-Unis avec le YES Program. À cette période, nous étions 28 élèves qui ont eu cette chance. Bon, pour les 27 qui ont eu leur expérience qui était formidable, et pour moi, j'avais une autre expérience, puisque j'ai eu des échecs avec mes familles d'accueil. Donc, j'étais avec une famille d'accueil qui était à la table de Maïa où Zeus Taulet, qui est Maïa Bouddha, qui est un de drogue, ou traitement qui était contre. Bon, là, je n'étais pas très dégueulasse, j'étais en troisième année et j'étais en dépression. Déjà, avant que j'ai tout suivi, je suis faillif, je suis chez les normales. À cette époque, ma petite sœur, حبت تمشي دام نفس الاكسبيريونس عملت هنا وانا عملت الشوا اللي ما نحكيش الدار مع رجلي الفتره هذيك بعد مشات اختي دخلت لها البارك حكيت لهم كذا في كل شيء مشات تمشي كذا بس اموري نوعا ما مي ومن بعدهم كنت نحاول اني نمشي نرجع لامريكا باش نقرا في جونيفرستي امريكان بعثت فوق من 17 جامعه مش عارف اخذ كبدتي لا فما واحدة قبلت لي ما بعد ما قبلت لي قالت لي لازم تبعث 30 مليون وانا ما عنديش 30 مليون اظن اللي بين 100 الاف مشينا مع بعض انا هيك وصلتني هذاك الكربة اللي فوق الفخذ وديجا هاي التصوير اللي بعد تجي بون الفترة هذيك بار وانا اللي سبت نوعا ما كانوا العباد يطلبوا مني حاجه كبيره برشا رساله في الغايه المجتمع كيفاش يحضر لي كل شيء جي بي مون ايشيك اون فاك ما جبتش المويه اللي نحب عليها هنا ما خدمتش انا هاي بون ما نعرفش لا طحت ما جبتش اللي نحب عليها وقتها او ميم طون جافي اون بورس مي اللي تي معناها نحو هذه بعد على خاطر ما ربطتش في الجامعه تقريبا معناها ايشيك ولا ايشيك شغالي معايا في نفس الوقت في اللحظة هذيك دخلت زي بعضي ما عادش عارف شنو وعملت شوا يا نقعد كيف ما انا ما نعمل حتى شيء في الدنيا يا نبدل الديسيسيون تاعي ونحاول نطلع مرة أخرى الفترة هذيك جرى لان بي جي توكس أول مرة يجرى في كرسة اللي يسمي لطنة كرسة نادوني باش نمشي نحكي سبيكر أول مرة نطلع سبيكر في كرسة لا حكيت حكايتي دابا عجبتني الحكاية حطيت أنا في مخي قلت لازم دخلت الفاكولتي بون قبل ما ندخل الفاكولتي حطيت في مخي اني نعمل معناها دي بروجي دخلت مع الايساك مشيت للجزائر تروا سومان خدمت معاهم تروا بروجي اللي هو ديكوفرير الجيري اونجلي بور تو اي جلوبال فيلج اللي هو يتلموا فيه برشا عباد معناها من ثقافات مختلفه باش يشاركوا بعض بعد عملت ثلاثه جمعات في الجزائر عملت جمعه في المغرب مشيت في فورم تاع ديموكراسي فور لي جون وقتها كملت مع نفسي وكندخل للفاكولتي دخلت للفاكولتي عاودت انتجريت روحي نلقى روحي محطوط معايا في ديزيكيب جدد منهم لايساك دخلت معاهم اول مره وصلت الفاك بعد نلقى انا في كلوب اللي سابيل جونيور انتربريز ما اتيري لاتونسيون مشيت عملت لهم فرتيا نتايا بعد نص الجامعة كلموني بالتليفون وهو اللي يقصي الخير قلت لهم وي قالوا لي وكسب لو بروجي كي ابو اون نوت بارفيت اون سون انتروتيا وماذا بيا كان نجي نعمل لنا سبيتش نكون سبيكر تحكي معنا على الحياة نتاعي مشيت مازلت في السومان نتاعي الاولى قدموا لي بروجي باش نكون باش نعمل لها بريزون شارج نتاع مع واحدة في ليبيا بل خلينا نعمل البروجي ونجا نعملها في ليبيا نتاعي بون رغم اني صغير معناها كل شيء وحطيت في الوضعية تظن الكل لاحظ حاجة واحدة انه بعد كل فشل نفشنا نبدا نحسب فيه انا في مخي واحد وحبيت نعرف يا اخي العباد تحسبوا لي ولا لا وين نسبة العباد يا اخي انا فشل ولا نجح يقولوا لي انك انت حطيت انا في مخي بعد انه لازمني ديما نكون لازم على راحي على خاطر ما فما حتى حد في الدنيا باش يحسب لي الفشل بتاعك كان انت العباد الكل تشوف الكوتيل بالطبيعة تطلع اما عزلت امورك ما تعملش فيه والحاجه اللي تفرض الوحيد انه قلت لي تعمل الشوبين بتاعك بس بتاعك مش تعمل تبني راح تعمل تقرب شوي سيرمون في مشاكل يعني وتلقى بين ميثود اللي هي تخليك تعمل ترجع تقول
وده ايش قاعد نعمل عليه بلوز مو قاعد ناخذ بلاستيك وش هذا كم بيت برضه ما ضيع وش عمل Merci Conseil pour cette audace. Si jeune, c'est la pleine expérience que j'ai eu en vie. Parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir tellement de patates avant d'avoir le temps. Conseil, c'est une chose. Je suis en train de faire une certaine fin de soir. Bon, كانت عنده بالظبط هذيك حاجة عادية. أما كانت عندهم كانت فرشت على دكتور هاوس هيك البايكن اللي تعطى فيه هذاك باش يعمل باش تبنى لا 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 مش بلا سيدي ما يخليش فيه اي بيكودين دونك شو يعملوا له هم يريحوه ما سمعوش بيكودين هذا نوع من الادواء تري بويسون الكليب عندها وجاعة في الاعضاء جاي على طول دونك يهزوه هم حرابش كده يطول ويضيفوا لي معنى كوكايين يعني بالضبط دونك نتذكر كيف جاي اول كونتاكت عملتها مع الدواء زي ما زدت بتخبط الدار لقى واحد معناها اللي عطاهم يعني ويتشي كي عملت لا ما جربتش كمان شو اللي خبطوا بالله؟ حتى 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 دونك هذيك كانت اول معناها كونتاكت قريب معايا وخرجت من الدار معناها حاولت نلقى حد انا شكون عنده سؤال لصديقنا كوساي؟ كوساي استرجال في نيويورك كي باسي باغ بليزيور اكسبيريونس في امريكا وفي تونس باش يشوف شنو راح بيك من امريكا؟ دونك لو بروغرام ديشونج اللي مشيت فيه في ان كونترا، الكونترا اللي لازم نعدي عامين في تونس بور معناها نخرج الاكسبيريونس اللي كي ابري في امريكا ايسي اللي هي مثلا لي كونفيرونس في امريكا، ترافاي اسوسياتيف، في بروجي، ايسي دو تو. دونك انا بعد ما صححت نرجع وديجا ما كنتش دوك لا هذه كيستيون تاع محمد بن ديجا وي وزيد Tu as le choix entre vivre ici en Tunisie ou en Amérique si tu as les moyens. Qu'est-ce que tu vas choisir et pourquoi ? C'est bonne question. Bon, pour maintenant, je vais choisir l'Amérique, mais pas pour vivre là-bas, mais pour faire mes études là-bas. Oui, puisque j'ai une vision qui n'est pas encore en Tunisie, c'est l'intelligence artificielle, c'est une modèle informatique qui est très développé et je vais le faire. Donc, il y a. Oui, merci. Mais après faire cela, j'ai une vision de faire mon propre entreprise ici en Tunisie. Et. Oui, exactement. Merci. Applaudis les gens avec ce que vous avez dit, c'est que j'ai appelé. Qui m'a posé Michel Marseille, Rochard. On a pris aussi Pauzi, le gérant le bar d'Orléans, Yakin Saha, qui va parler tant Bachir, Bachir qui nous pour s'appeler. Conseil, est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux jeunes, ou les plus moins jeunes, par rapport à ton expérience? لازم مي شفرة كبينات واحد يطيح وواحد يطيحش اللي طاح عاود وقف وعاود طاح دونك شاك جور اون فا كونتامي اون ايشيك مي سو كي فا فير لا ديفيرونس سي كومون رياجير ا سيت ايشيك برافو برافو برافو
أبو حسين خليل إلى جس دانتو إلى كوتا بخي دوموناج جي 40 ans جي با أبخي لطور دلوي حسين أوسي سون بير لا با ولا أبو أبو حسين أوكو فوسو تيشيرت لا أوسي لي دو دامور سلام Alors, Fawzi, c'est une personnalité très emblématique. C'est le cofondateur de Taha Blad. Là, le Blad, c'est vous. Là, le Blad, comme c'est le Blad. Le Blad, c'est Ammar Saad. School, Blad, Kondar, Blad. Kondar, Blad. Alors, school, school, le Hamd, le Blad. Le Hamd. الحم تكون حم حم كامل كبير لا حم انا شنو هو النوع العام اللي احنا انا عرفت انا بدي نبقى مي اون دي فو والله فاهم شو بدي اقول ميرسي دونك اول الو فوزي فوزي تبو انا بدي اقول فوق الساعه Alors je me suis excusez-moi d'abord, j'arrive pas. Par contre, pour ceux qui ont des défaites, je ne sais pas les défaites. Est-ce qu'il peut me dire, là vous êtes 4 ou 5 ou 6 pour vous réunir, vous mettre ensemble, pour aider ceux qui veulent créer des projets. Apparemment, vous avez Stelgia derrière vous. On est d'accord? Et vous pouvez monter une petite société. À vous tous, pour évaluer les nouveaux projets tunisiens. Et ouais, votre défaite va servir à quelque chose. Et vous allez aller voir Setia et leur demander un budget pour promouvoir les nouveaux et vous mettre ensemble pour faire en sorte que ce pays sorte de la tête de l'eau. Je ne veux pas vous faire un mec de bruit, c'est pas possible. Il y a un mec qui l'a déjà fait, ça a fonctionné, mais j'y crois réellement. Il faut vous lever. Je ne veux pas courber les chines. Et je vous dis un truc, comme disait Courbet tout à l'heure, l'important c'est de participer. De participer à une économie. L'économie de ce pays, il faut la relever réellement. Ça a l'air con, hein. Vous allez partir aux États-Unis, vous allez servir. Une entité qui n'est pas la vôtre. Vous allez ramener des...